استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع على حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها. كما أكد السيد الرئيس اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها، وكذا إعداد الخطط المستقبلية وفقا لرؤية مصر 2030. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد إيشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو اليابانية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من كبار المسؤولين بشركة تويوتا، بالإضافة إلى السيد ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة. السيد الرئيس أشاد بقوة العلاقات المصرية اليابانية وتميزها، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تطوير وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال زيارتي السيد الرئيس لليابان في شهري يونيو وأغسطس خلال العام الجاري، مشيدا في هذا السياق بنشاط شركة تويوتا الممتد في مصر على مدار عقود وتوافر العديد من الفرص الاستثمارية للتوسع في أنشطتها، وذلك في ضوء تطلع الشركة للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم استثمارات الشركة في مصر يبلغ نحو مليار دولار في قطاعات أبرزها الطاقة والبترول ووسائل النقل العام، ولها عدة مشروعات في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح ومشروعات الحفر والتنقيب عن البترول.